لم تتوقف عجلة نشاطات المجتمع الأهلي طوال سنين الحرب على سوريا ومد يد العون والمساعدة لكل من هو بحاجتها، بل على العكس فقد وجدت مبادرات عديدة قدمت الدعم والعون والمساعدة لكل من يحتاجه. ومن تلك النشاطات والمبادرات كان بازار دار السعادة الذي يقام في دار السعادة ويعود ريعه للأسر المحتاجة وأسر الشهداء. وللوقوف أكثر على هذا البازار معنا الدكتورة نهال عجاج، أخصائية بمجال التداوي بالأعشاب ومشاركة بالبازار، وأنسي لورا نوفل أيضا مشاركة بالبازار بالأعمال اليدوية. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. يسعد صباحك. يا هلا فيكم. خبرونا كيف أجواء البازار؟ والله الأجواء كثير كانت رائعة وشملت كل الفئات العمرية، وهذا بازار أنا بعده مميز لأنه بذات الشيء أنه بدار السعادة، يعني نحن رسمنا السعادة والبسمة على وجوه المسنين والمقيمين في هذه الدار. عن جد كان شيء حلو لأنه هو 3 أيام كان البازار، لكن المقيمين كانوا يقولوا لنا يا ريتكم تضلوا على طول، لأنه فعلا عمل حركة وعمل جو أنه السوق كله إجا على الدار. عرفتي كيف؟ أنه نحن وكان متنوع. شو أهم المعروضات اللي كانت فيه؟ كانت المعروضات متنوعة، مثلا عندك قسم المنظفات عملوا صابون مثلا بأشكال متعددة، بروائح متعددة، كثير كان في إبداع بالعمل، والمرأة السورية كانت كثير مبدعة ومعروفة إنه المرأة السورية متميزة وأبدعت كثير بصناعتها، والأعمال اليدوية كانت متنوعة كمان، واللي بيميز أكثر إنه كان من الصانع للمستهلك. تمام. يعني دائما الأعمال اليدوية بيكون لها بصمة بكل البازارات، وخصيصا وقت بتكون صنع سيدات سوريات. لورا أنت يمكن من الأشخاص اللي شاركوا بالبازار بهذا الموضوع، خبرينا أكثر عن الأعمال اليدوية، شو أكثر شيء برز فيها؟ شو الشيء اللي كان موجود بالبازار؟ هلا كان كثير في شغلات يدوية حلوة مثل ما ذكرت الدكتورة، مثلا نحن اعتمدنا انه يكون فعلا من يد هدول السيدات المهجرات اللي طلعوا وقرروا انه هن فعلا يطلعوا بشيء حلو، فكان في شيء عن اعاده تدوير الصوف، انه ما في امكانيات لشراء خيط الصوف من التبرعات، الملابس اعاده تبخيره لحتى يطلعوا بهي القطع المميزه، كمان الجرايد مثلا انه لحتى كمان اعاده تدويرها نطلع منها بقطع فنيه تستخدم بالمنزل، تستخدم يوميا، فينا نستخدمها بالاستخدامات اليوميه، من مبدا انه فينا نستفيد من اي شيء بهي الظروف الصعبه، فكانت كثير حلوه الاعمال اليدويه، حتى صناعه المنظفات الخاليه من المواد الكيماويه، من مبدا التوفير والتمكين الاقتصادي للسيدات وباسعار رخيصه، فكان هذا كثير شيء حلو، كمان انه القطعه كانت كثير مميزه بالنسبه للاعمال اليدويه. يمكن اللي بيميز البازار انه القطع الموجوده فيه ما بنشوفها برا بالسوق، انه في شيء مميز، يعني شيء صناعه يدويه، لانه عم يطلع من ابداع السيدات، يعني فكره عم تكون موجوده عندهم، عم تعطيهم انت المواد اللازمه، فهن عم يطلعوا فيها، فعم تطلع كثير القطعه فنيه وكثير عم تطلع حلوه وما أنا موجوده منها، حتى الاكسسوارات الورقيه واكسسوارات الحجر اللي ممكن ما تلاقي منها بالسوق بقرنه ثانيه، لانها عم تكون قطعه وحيده لانها انتاج هي السيده. يعني رح نروح لنشوف كيف كانت أجواء البازار بالمادة التالية ونرجع لنكمل حديثنا. هلا هون دار السعادة يعني الصالة حلوة، وهو يعني للجمعيات، وهون في جمعيات وفي يعني اعمال يدويه، كل وحده بتعمل اعمال بتحب تعرضها، بيكون ما في عندها محلات او شيء يعني بتحب تعرضها، ويعني بيعملوا عروضها وبيحاولوا يبيعوا الكل يعني، وشغلات فيها كل شيء شامل يعني اكسسوارات، اغذيه، البسه، عطورات، كريمات، يعني هالشغلات كلياتها منه هن بيستفادوا والجمعيات بيستفادوا والكل، يعني انا عملت لهم مجال للاستفاده يعني مساعدتهم. هلا انا بالنسبه لطاولتي كلياتها هاند ميد، كلها شغلي، وكمان في طاولات كثيره كلياتها كمان هاند ميد، صوابين، زيوت، شامبويات، يعني حتى اكل. احنا عم نبيع بسعر رمزي يعني تقريبا، فبيعود هذا
للمنتج وللمستهلك بالخير طبعا، وخصوصي هون للدار. بالنسبة للبازار عم نحب نجي نتسوق من هون، عم نلاقي الأسعار كتير مناسبة، عم تناسب المواطن السوري، عم نلاقي شكل البضائع كتير عرضها حلو بطريقة كتير حلوة، عم تجذب المواطن كمان بنفس الوقت. هو الهدف منه انه السيدات السوريات قويت بهالقصة، رغم انه الظروف اللي مرقنا فيها الحمد لله عديناها الحمد لله بشكل كتير قوي. دائما نحن مندور على الرخص لحتى نشتري مشان تتماشى مع الأسعار والرواتب. يعني كمان دكتورة، مثل ما شفنا بالبازار انه انت في اختصاص من حضرتك للتداوي بالاعشاب، اليوم قديش هيك فكرة ممكن طرحها واستثمارها بالبازارات لحتى يتم تعميم فكرة التداوي بالاعشاب ان كان وقائية وايضا تجميلية؟ هلا انا كمختصة بالطب البديل، طب الاعشاب، طب التكميلي، بحب الفت نظر انه هلا نحن الاطباء بنقول نحن الطب التكميلي هو بيكمل الطب العادي. يعني هلا نحن لسنا بمنافسين، ما بحب الفت نظر انه نحن مو منافسين للاطباء، بس نحن يعني سند لهم. فمشان هيك الطب البديل هو منرجع للبداية. هلا صيدلية الطبيعة هي صيدلية كتير عظيمة، ربنا سبحان الله انه اعطانا انواع كتير من الاعشاب ومن الطبيعة ومن النباتات انه نستخلص منها المواد المفيدة لنعمل منها الدواء. فنحن هلا انا كطبيبه اعشاب بحب احكي عن منتج مثلا انه ممكن انت تستعملي النعنع والليمون بالبيت كمضاد حيوي للنفخه، يعني بتقدري تعملي اي شيء دواء من المطبخ عندك بديل ما تاخذي الانتيبيوتيك مثلا. ادويه صحيح. انه صعب تعرفي انت المضادات الحيويه العاديه او اي دواء بتاخذيه من الصيدليه له اعراض جانبيه، اما الطب البديل حيعطيكي العشبه نفس الفعاليه وما لها اي اعراض جانبيه. ممكن هي الثقافه لازم لها تعميم اكثر، ممكن من خلال البازارات انه تتعمم بشكل اكبر، خصوصا وقت يمكن بيسالوا العالم وقت بيجوا على البازار شو اكثر الاسئله يمكن بيسالوك اياها. بالضبط، مثلا بتجيني وحده انه عم يهر شعري، هي انت بدل ما تستعملي بخاخ او اي شيء كيماوي، لا بالعكس انا باخذ زيوت، بستخلص مثلا زيت حبه البركه من بذور حبه البركه، هي حتغذي لك شعرك وبتستفادي منها حتى اذا بتتناوليها، يعني بتزيد عندك المناعه ومضاد حيوي قوي وبتعمل كثير شغلات، يعني عندك كثير عشبات الثوم كمان بيقتل الديدان، يعني كثير امور بالاعشاب. نحن بنحتاج انه إن تكون الطبيعه هي الصيدليه، والمراه لازم تكون واعيه لهذا الموضوع، واي حدا فينا لازم يكون واعي انه ممكن نستعمل انه نحن عندنا الصيدليه بقلب البيت، من هالبصل انسولين الطبيعي بناخذ منه، بذر الكتان ممكن تستعملي انت للتنحيف، ممكن تستعملي لكثير شغلات لشد البشره، عندك الكريستالين اللي هلا عم يستعملوه الكرياتين، ممكن تعملي منه من بذر الكتان، هو في الاوميجا 3 وكمان هو الكريستالين الاصلي. يعني كل ماده طبيعيه فينا نستثمرها طبعا بشي. كل ماده طبيعيه فيها يعني كل شيء بالطبيعه نقدر نستخدمه نحن بديل
عن الطب. لكن يمكن بهم كل سيدة هي طريقة استخدامها، طريقة وطريقة استخلاص. هو كل شيء بنستعمله نحن بالبيت حتستفادي منه. كل شيء ممكن تاكلي، ممكن تحطيه على بشرتك تستفادي منه، لانه كله فيتامينات، ورب العالمين ما خلق شيء انه يأذي. في معروف الاعشاب اكيد لها فوائد معروفه، والاعشاب سبحان الله يعني، بس بدها شويه وعي ودرايه. تماما لورا، يعني دائما بينطرح سؤال انه هل المعروضات الموجوده بهالبازار بتناسب دخل المواطن السوري، وقديش البازار ممكن يشكل يمكن عامل جذب لدرجه انه هو بيقدم عروضات كبيره وايضا اسعار بتكون منخفضه عن السوق؟ انتم كيف البازار اسعاره بشكل عام؟ هلا بصراحه عملنا جوله، الاسعار كثير ارخص من السوق، يمكن لانه الكل مثل ما ذكرت الدكتوره انه عم يجي من المنتج فورا من الانتاج على المستهلك، فما في هذا الفارق تبع انه في مصاري زياده ممكن تندفع، فالاعمال عم تكون فعلا ارخص من السوق حتى بالنسبه للمواد الغذائيه. في اي حدا ممكن يعني حسيته بيناسب كل الطبقات الاجتماعيه، مين ما فات ممكن يطلع وقادر انه هو يشتري غرض. حتى بالنسبه للاعمال اليدويه ان هي عم تنباع بسعر كثير مناسب بالنسبه للمنظمه، عم تخلق سوق عمل للنساء السوريات، نساء السوريات انه هي ما عم تكون دافعه كثير او متكلفه كثير، عم ترجع ان هي تعبها بسعر بيناسب جميع الطبقات السوريه. فالاسعار كثير مناسبه، وعم ننتبه امبارح انه الحركه ما في حدا عم يفوت الا عم يطلع شاري شغله اخذ شغله، لانه عم يقولوا انه فعلا فارقه الاسعار عن الاسعار اللي برا. يعني هي البازارات كثير حلوه انها هي تقريبا شبه اسعار جمله، يعني الواحد ما بيضطر يدفع كثير مقابل الماده اللي هو بيرغب فيها. فرصه جيده للي عم يقوم بهذا العمل، المنتج والمستهلك بيكون فرصه جيده لهم انه يروحوا على هذا البازار ليلتقوا مع بعض. لور خبرينا اكثر، انت ذكرتي لنا انه من الصوف يمكن عم تكروا الصوف، عم ترجعوا تستخدموا الجرايد، شو كمان مواضيع اخرى كنتوا عم تستخدموه بالاعمال اليدويه وضفتوا شيء اضافه جديده بهذا البازار؟ هلا بهذا البازار انتبهت مثلا انه نحن تقريبا انه الوحيدين اللي مشتغلين على اعاده التدوير خاصه بمجال الجرايد، عم طلعنا منها مرايا، صواني، زبادي، علب المحارم، صناديق الاكسسوارات، هي كلياتها اشتغلنا عليها. انه مثلا كنا على طول نشوف الجرايد بالمكاتب مكدسه، صحيح، فانه ليش حتى نقدر نستفيد منها؟ استفدنا من خبره المدربات اللي استعنا فيهم نحن، انه اول شيء هي من مبدا التفريغ النفسي، طريقه لف الجريده حتى انه تطلع فيها بشكل فني، صار حتى الابداع او الفكره اللي عند السيده عم تطلع هي بالغرض اللي عم تشتغله صارت تستخدمه ببيتها. الصوف مثلا انه الصوف احيانا عم ينقطع او كثير غالي، ما عم تقدر السيده تشتريه، كلياتنا عندنا قطع قديمه انه ما عاد تنلبس، صحيح، فصرنا نشتغل على اعاده تبخيرها كمان مع المدربه، انه بتتبخر بيرجع الخيط جديد، بنعمل بطريقه جديده، فطلعت القطع الفنيه من كنزات، طواقي، شالات. يعني دائما البازارات بشكل عام بيكون فيها فن وابداع ولمسه من النساء السوريات مميزه ما بنقدر نشوفها باي مكان ثاني. نحن بنتشكركم كثير، بنتمنى لكم كل التوفيق، ونحب نذكر انه اليوم اخر يوم بالبازار بدار السعاده. شكرا كثير لتواجدكم معنا، ونتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله دائما هيك النساء اكيد باذن الله، وان شاء الله دائما هيك النساء السوريات بيضلوا بيقدموا للبلد كل شيء جميل. شكرا لكم. شكرا كثير.